يمر عيد الأضحى في مناطق سيطرة الاحتلال الأمريكي في محافظة الحسكة دون كثير من طقوسه وبهجته، بعد أن كانت المحافظة سلة سوريا الغذائية وموطن آبار النفط والغاز. تحس ببهجة العيد قبل شهر، والناس تحضر قبل شهر بالبيت ومن السوق، ما في مجال للمقارنة. 90% من الشعب يدور على خبز فقط، ولا بهجة أطلاقا، وكأنه تقول إنه الناس يعني بتفكر طول اليوم بالمي ولا بالخبز ولا بالغاز. السبب تلاقي المصالح الرأسمالية بهالمحافظة على إيذائنا، تلاقت الدول الغربية، تلاقت كلها أمريكا وأعوانها واللي ساعدوا كلها على إيذائنا. الباعة كالمواطنين أيضا اشتكوا شبه انعدام حركة السوق التي قوضها الاحتلال الأمريكي فوضى ونقص في أهم متطلبات الحياة، لتحول الشعب إلى أضحية أطماع أمريكية غربية في المنطقة. الاحتلال الأمريكي طبعا زاد أثر كثير، لأنه صراحة عم يأخذوا يعني يسرقوا نفطنا صراحة. يعني حركة الناس بشكل عام، الأعياد السابقة كانت تعرف أنت الشوارع يعني ضكيكة، تفوت على المحل ما أقدر أفوت، ما أقدر تحكي معي بصراحة. أما هلا يفوت زبون زبونين ثلاثة وأكثر ما أبي. يعني كل سنة العيد في بهجة، في سرور، في محبة، في كذا، في ناس تشتري تتسوق كذا. هلا لا، في القمح مسروق، النفط مسروق، سرقة وثروات البلد، قطع والمي، أقل شغلة المي عم يقطعوا على الشعب. ورغم طول فترة الاحتلال، يتمنى الأهالي في هذا العيد عودة الأمان والحياة بتحرير أراضيهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم. إن شاء الله من هنا للعيد الجاي إحنا نتأمل بهمة القائد الرئيس بشار الأسد وهمة الجيش العربي السوري، وإحنا إيماننا قوي بالله سبحانه وتعالى وبقيادتنا الحكيمة، إنه إن شاء الله العيد الجاي يكون عيد بهجة وسرور، وعيد يكون بالأفراح عامة، مو بس الحسكة، عامة كل سوريا. هذا ويساق أثر سرقة النفط والحنطة السورية أمريكياً على كافة محافظات سوريا التي كانت تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة والطحين المسروقين. تستمر قوات الاحتلال الأمريكي شرق سوريا بسرقة مقدرات وموارد الأهالي في المنطقة وحرمانهم منها لتطال حياتهم وأمنهم وفرحة العيد وطقوسه أيضا، بما لا يتوقف عند هذه المحافظة بل يطال جميع محافظات الوطن السوري، نظرا لما تحويه هذه المحافظة من ثروات نفطية وغذائية. لقناة CGTN العربية، يعرب خير بك، دمشق.